يلتقي الزمالك الآن مع الإسماعيلي في دور 16 من كأس مصر، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء. وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى توماس توخيل مدرب تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، وذلك عقب اشتباكهما في المباراة التي جمعت الفريقين والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما بالدوري الإنجليزي. وقال الاتحاد الإنجليزي إن تصرف المدربين كان غير لائق بعد نهاية المباراة، مضيفا أنه لهما حق الرد على هذه الاتهامات حتى يوم الخميس المقبل. وكان المدربان قد تصافحا عقب المباراة قبل أن يندلع اشتباك بينهما ويفصل بينهما لاعب وأعضاء الجهاز الفني بالفريقين، ثم وجه حكم اللقاء البطاقة الحمراء لكلا المدربين جراء الشجار. أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن انتقال لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو إلى فياريال الإسبانية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكان لوسيلسو قد انتقل إلى توتنهام قادما من ريال بيتيز في صيف 2019 على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي في صيف 2020، حيث خاض مع الفريق الإنجليزي نحو 84 مباراة، سجل خلالهما 8 أهداف وصنع 6. أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي خضوع مدافع البرازيلي دييغو كارلوس لعملية جراحية بسبب الإصابة. وأفاد النادي الإنجليزي أن اللاعب البرازيلي أصيب بتمزق في وتر أكيليس في مباراة الفريق أمام إيفرتون، مضيفا أنه سيحتاج للخضوع لعملية جراحية ثم يبدأ برنامج إعادة التأهيل، وقد تمتد فترة العلاج إلى 6 أشهر. نهاية أخبار الرياضة وعودة لهبة وأميرة إليكم. أشكرك مربت.